السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في قناة تامر بابيتو. ما تنساوش تابونيو معنا وتوليو من العائلة ديال تامر بابيتو وكثروا معنا اللايك. بغينا نوصلوا بزاف ديال اللايكات في هذا الفيديو هذا، ما تحشمونيش الخوت. بغينا نوصلوا بزاف ديال اللايكات، 1000 لايك علاش لا، ساهلة عليكم ماشي قاسحة عليكم. وبارطاجيو الفيديو باش يفهموا الناس، حيت الناس طايحين في واحد الغلط اللي غنشرحوه دابا، واحد الغلط كبير كما طاح فيه الملولي اللي استهزأ من مصطفى الخصم، قال له راه مات لك الحوت كما غتشوفوا الفيديو. ولكن طلقتي الصه ديالك بزاف، بغيت نوصل لك هذا الميساج. هذا انت هي كتقول انا واقيلا حمق ولا تنقلب على البوز، راك انت اللي شرفتي وحماقيتي ومات لك الحوت كتقلب على البوز. ولا وليتي هضرتي فيا بالخايب غادي نقولها لك، اش تحشم نتحداك حيت شرفتي، غنضربك ديك بطاطا العالم ديالك كاملين نضربهم لك في الزيرو. كيف شفتوا الفيديو قال له مات لك الحوت وراه طاح في واحد الغلط كبير وكيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، بزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا الغلط، كيسحب لهم البطل اللي كيتعتزل ولا اللي كيشرف، يعني كيكبر صافي ما بقاش كيدير الكومبات، راه كقاطع الرياضه، وهذا خطا كبير. وفي الاخر غندير واحد المقارنه بين هشام الملولي ومصطفى الخصم، ولكن قبل هذا الشيء هذا غنوريكم بواحد الفيديو ديال واحد السيد استهزأ من واحد الشرف شنو وقع له. خليكم فوري سكوبي هذه هي النتيجة ديال الناس اللي كيستهزئوا من الأبطال. ما خصكش تستهزئ من واحد كان بطل، لان واخا حتى كتشوفوا ما كتشوفوش في الاذاعات ولا في السوشيال ميديا ما بقاش كيتريني ما بقاش كيدير، هو راه ولا ما بقاش كيدير الكومبات، هو راه كيتريني وباقي عنده السفل وبعد باقي عنده التكنيك، لان عنده تجربه، عنده تجربه. انت اللي ما عمرك بحال الملولي من التجربه عنده، واش من رينك طلع اش من عنده باش كيحقر السيد جاب 12 الالقاب ولا اكثر، وانت تمشي تحقر وتقول له راه مات لك الحوت وداكشي، راه هذاك جوج دقيقة يجي في الكاو، لأن عنده التكنيك، وعنده التكنيك كيعرف يضرب وكيعرف. غتشوفوا المقارنة وتشوفوا شكون اللي غيغلب، يعني إلا طلعوا الرينج بجوج بهم شكون اللي غيغلب. ولكن قبل هادشي غنوريكم واحد السيد شارف حتى هو، شوف شنو كيدير البوكس. شفتوا الخوت مايكل تايسون شارف، ولكن ما تقدرش توقف معاه الخوت، ما تقدروش توقفوا معاه، السيد عاد كيطير. يعني ما خصكمش تحقروا الناس اللي شايفين خصوصا الابطال، راه في يدهم الخوت، في يدهم، في يدهم التكنيك وفي يدهم الخفاب وبزاف ديال الحوايج. واخا كيشرف ولكن بنادم الرياضي، الرياضي كيبقى صغير، القلب ديالو كيبقى صغير، السوف ديالو كيبقى صغير. دابا غنشوفوا المقارنه بين هشام الملولي ومصطفى الخصم، وحكموا نتوما، خليوا لي الكومونتير قولوا داكشي اللي المهم، شاهدوا نتوما وشوفوا. شتو الخوت، شتو على الضرابي ديال ديريكت الكروشي ديال هشام الملولي وديريكت ديال الكروشي اللعب ديال مصطفى الخصم، لا علاقه. مصطفى الخصم اللعب ديال الابطال باقي بطل، ماشي كنشكروه وداكشي، ولكن الحقيقه هي هادي. انا ما عندي معاه والو وما عندي والو مع الاخر، ولكن اولا ما كيعجبنيش الناس اللي كيكتبوا باش يطلعوا على ظهر الشعب،
هما لان بنادم كيقول لك مشي يعني العم عاريكو اللي هو كينج ديال كيك بوكسين سبعه المرات سبع سنين هادي يجي يبان واحد البطل يقول له راه ما تقدرش وداك الشيء ويبقى فيك الحال. قال لك الحقيقه، قال لك انت غير بغيتي البوز وداك الشيء كما قال في هذا الفيديو اللي غنشوفه دابا. كومبا مع هشام ملولي لنا هذاك السيد فيسبوك وي انستغرام وي كيقلب على الفولوور كيقلب على البوز وكيقلب باش يعمر لي شان يوتيوب ديالو باش كيدخل الفلوس. هاد السيد ما عنده حتى علاقه بالرياضه، كيدير البوز باش كيدخل الفلوس. المهم الخوت وصلنا الى نهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله يكون عجب لكم الفيديو. احنا ما عندنا والو مع الملولي ولا مع الاخر، ولكن احنا كيعجبنا نجيبوا الحقيقه ونعلموا الناس شنو هو الصح من الغلط. هذا ما كان الخوت، كنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو الفيديو وما تنساوش تشجعونا باللايك، لايك لايك دائما اللايك باش يطلع الفيديو. الف لايك الخوت، الله يرحم الوالدين. المهم رمضان مبارك ان شاء الله تكملوه بالصحة والهنا، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.